دجلة والفرات. شريانا الحياة في العراق. وعلى مواردهما يعيش أغلب سكان بلاد الرافدين، إلا أن الحالة تغيرت اليوم مع اتفاق تركيا وإيران على تعطيش العراق وحرمان أهله من المياه بإقامة السدود على مجار النهرين وتحويل مسارات بعضها الطبيعية إلى أراضيهما، في خرق فاضح للقوانين الدولية الخاصة باستخدام المجاري المائية والتي تضمن تقاسم حصص المياه بين الدول المتشاطئة. يعني احنا الكميات انخفضت الى اكثر من 50% طبعا عن الكميات التي كانت ترى سابقا بسبب قيام تركيا وإيران بإنشاء السدود وتطوير مشاريعهم. بالنسبة للقاب التركي وبناء السدود أثر بتأثير مباشر خاصة على حوضي دجلة والفرات وخصوصا على نهر فرات، حيث بدأت الإيرادات تقل بصورة جدا كبيرة، مما أدى إلى انخفاض برقع الخفاء داخل العراق. يقف هذا الفلاح العراقي البسيط على أطلال حقله الذي ضربه الجفاف، ينظر بأسى والألم والحرقة يعتصران قلبه، فتلك المزروعات التي ينتظرها منذ شهور يبست ولم تعد صالحة للاستهلاك، ما يضيف مزيدا من الأعباء على ظروفه المعيشية القاسية بالأصل. من هاي تشوف عينه كان النهر كله مات، ماي ماكو، ماي مالح، لا أحد مثلا يساعدنا، مثلا يقول تناكر يبون له فرشي، خصم علينا، عبنا بيوتنا، عبنا نخلنا. تشوف عينك نخل عدنا تريدها ماكو، اللي رحنا هناك بذيك الأرض شبتها بس تاني تغير طول مترتين حطك بيه خضرك وانت تعيش بيه. الحكومة العراقية من جانبها استنكرت أفعال تركيا وإيران وأعلنت عزمها اتخاذ إجراءات سريعة ردا على الانتهاكات المتعمدة لحصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات. ويبقى السؤال قائما، إلى متى تستمر تركيا وإيران في التعدي على حقوق دول الجوار دون أي رادع؟